سؤال اليوم بسؤال فهلنا يقول اريدك تتغزل باحلى شيء عندك بالحياه. تعالوا خلينا نشوف اراء الناس في الموضوع وراجعين. يلا جيجيم، اريدك تتغزلين باحلى شيء عندك بالحياه. امي. ليش؟ حتى تورق لي. تورق لي يعني ماما صايره بنك خلفت ربع على حمل امك. البنيه. 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 تتغزل. اتغزل. اوكي هسه انا فتاه وانت رجل تغزل بي. الجمال اجعلني البدله الاخضر اللابسه. شنو هالكيك؟ شنو هالشباك؟ هاي تسوي لها؟ امي. شلون تتغزلين بي؟ احبك. بس؟ اي. قولي لي احبك شلون؟ احبك ماما. باع الحوار الدرامي يا احبك ماما. كل شيء ماكو حلو. ليش؟ هو كل شيء تخلصها نوم وقعده وبوبجي. موت انت لمن عايش ما تقول لي. اجواء ممتعه وناس ممتعين وكل شيء هوايه. راح نكمل سوالف اهلنا خليكم وياي. اريدك تتغزل باحلى شيء بحياتك. والله الوالده. اي نعم. اموت عليها. نعم. واقدم تحيه الها من كل قلبي. هاي الحكي اذا دز على صمون يقوم يعيط يكسر المواعين. احمو احمد وطلع الكاميرا تحمو. والله انا اتغزل بالنفوخه. ليش؟ والله هي صارت حبيبتي بعد راح نرتبط وان شاء الله السنه الجايه اكون نفسي وان شاء الله نتزوج انا وحبيبتي. دير بالك لا تنفخ ابن عمي انت ما شاء الله ضال عود. عندي ثقه بيها ان شاء الله. بابو. وبعد؟ وبالوالده. وبعد؟ هم هذول الاثنين ماكو احلى منهم. بس اقول اهل وفضها شنو هي؟ تغزل بي؟ ايه. صفر راح اخذ الربع يا اخوان. هسه شنو اكثر شيء تحبه؟ مدرسة. عافية وديته للربع وفرمته ونزلت له سوفت وير اصلي قام يشتغل. شو تحب؟ مدرستي. خليه ولا تغري وما يطافر من الحائط. زوجي حبيبي. زوجك؟ اي الله يحفظك. يلا تغزلي بي. الله يحفظه يخلي لي خيمه. اي طبعا لان يصرف الباي يجيب الراتب ويطيل. وصلت لكم لختام فقره سوالف اهلنا. شفتوا اراء الناس كانت اراء كلش مختلفه. هسه خلينا نروح نكمل باقي فقرات برنامج خوش حكي. يلا.